يلا اشرب قطوله. مو زي بعض، يمكن ذاك شكله كتير ذكي. تعالي هذا كريم. وين رحتي؟ كيفكم جايز؟ اليوم رح نعمل زي ما حكيت لكم بانا ميكسينج بين المشروبات الغازية والجوس، وعندنا كمان مي وحليب. جاهزين؟ يلا بلشي بانا. واحد، اثنين، ثلاثة. طلع لك 7 اب. يلا تيا شو يا ترى رح تطلع تيا؟ يا ترى تيا طلع لها ديو. ديو تمام. هلا دور طلولة. يلا يا ترى شو رح تطلع؟ مانجو. شرب المانجو. مانجو مش متبع. انا مانجو ماكس. ايوه خلاص ننتقل لتيا. شو يا ترى رح تطلع؟ شو يا ترى رح تطلع؟ 1 2 3. طلع لها تيا طلع لك يوم الفواكه. كوكتيل وفواكه نفس ما طلع لطلال. لونه كتير حلو زي طلعت بالظبط. يلا بطولة دورة. يلا شو رح بطلع لها؟ بطلع جوز. بالعكس بسكي كويس. كاستك 7 اب. طيب بانا فيني شو خير طعمه طولة؟ تغير طعمه شوكولاتة. بصير شوكولاتة. كيف؟ يلا دورك بانا. دوري؟ كلها؟ ليه؟ مو معي. هاي إلي كله طلع لطيه. طلع لكم عصير الفواكه والكوكتيل. او ماي جاد طلع من جوا كيف لونه يا ماما. او ماي جاد شوفوا شوفوا واو. لحد الان بس انتو 3 الوان اورنج. انا اورنج تيا. ليتس جو. طلع لك ديو زي ما طلع لطلال. انا شايفه بيطلع لكم اشياء متشابهه. توينز 2020.
كيف طلعت لها قبل؟ هلا دور طلعت لك قبل كمان. دور مين؟ دور الطولة. يلا هاي عمرها. شو رح اطلع لك يا ستوت يا ستوت يا ستوت يا ستوت. طلال طلع له، احذر. شو؟ لا يا حليب. حليب شو رايك الطولة؟ هلا رح نصب لطلال حليب ميلك. دور بانا. دلعي شو دور. اعطيني يا يا سكوت. اعطيني يا يا كتكوت. يوي 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 طلع لك بيبسي. تيا اخر اشي حدوه. لم تقلص دهان. طب شو يعني لما بخلص من فوق من دوقه؟ نشوف شو طلع لك تيا. حليب زي طلع. رح بطلع من دوقه. يلا طلع له نشوف انا شو رح اديه. يلا كيف اتي؟ شوفوا شو طلع لطلال. لا براندا براندا. انا لا 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 طلع من فوق. كيف صار شكله؟ دورك ماما بعد شوي. يبا اترك 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 تطلع. اما Let's go. أنا. تيرا تيا طلع لنا مانجو. مانجو يامي. إيه وصل بانجو. هلا دور الطولة. طلال طلع له ليمون، عصير ليمون. شوف الحليب صار زي يا ريت. هلا عصير الليمون. كل واحد بس نخلص رح يشرب كاسة. بتعرف صح؟ كامل؟ هذا تحدي. لا عن جد كامل؟ واللي بيفوز له هدية. عن جد؟ مين بيحب يحط ثلج؟ تفضل. اوكي انا. استني شوي. انا بحب احط. احط لك. انا بدي. استني شوي جايز على. احط هدول. اوكي. لا 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 لا. اذا طلع لا. برندا. ميرندا. شوفوا انا رح اعيم الشغلات اللي طلعت لكم عشان ما ترجع تطلع لكم ثاني مره. احسن. هلا دور تيا. يلا تيا. طبعا شوفوا جايز بعد ما شلنا الاشياء اللي طلعت من الاول عشان ما ترجع تطلع لهم. ولو طلع الفاضي طلعي. طلع العشاء شاني. دوقني. وهلا دور طلال. واحد اثنين ثلاثة. يما كسرتها. شو لك؟ شو عصير الرمان. وهلا رح نحط لك عصير رمان بالزوم. احمر. واحد اثنين ثلاثة. بانا طلع لها عصير رمان. نفس الشيء.
راح اشيل الرمان عشان ما يرجع يطلع لكم. ما هو اقدر اضيف ثلج؟ يا طلع لي ماي يا الله تعبت كسرتكم غير طلال بطاطا 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 اقف على الشاني شاني 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 شربني او ماي جاد خلينا نعمل الجولة الأخيرة وبعدين بنشرب جاهزين؟ حليب اصلا اخر شيء هذا لك انت زي الكريمه انا حسيت حب الكريمه ديا يلا هاي الجوله الاخيره بس في حاجه خلاص واو والله شكله حلو شكله حلو بس طعمه مره شكله ريش بدي اعمل ديا بيبسي هلا حطينا لتي بيبسي و كاسه فل ضل اخر واحد ابطوله يلا ابطوله انت بدك تختم اللعبه يلا مع السلامه طلال طلع له ابل جوس طلال طلع لك ابل جوس يامي بيبو تحبه لماذا نحن هنا سؤال صعب سؤال صعب هلا نحط الجوز هلا دور نبيع اللي عملناه يلا جاهزين خايفه انا اول يلا اشرب هاي خد بدون ما تقعد بدون ما تقعد يلا يلا شو طعمه كنت بحط رأس كل واحد شكله حلو. يلا اشرب الطبلة. مو زي بعض يمكن ذاك شكله كتير زاكي. تعال. هذا كريم. وين رحتي؟ يا وين رحتي؟ استفرغتي؟ ورجعتي تشربي؟ يلا ما هو اللي ما بيفوز بالتحدي ما حياخذ الهدية. اشرب طبيعي شو طلال يلا قطو لدو هاي شلنا لك الابيض اللي فوق يلا كيف انا اصبحت اشرب بيبسي شو اصبحت اشرب خلص اشوف خلصتوا بتاخذ هديه لا تاخذ هديه شو طلع زاكي عن جد تركي زي ما انتم شايفين ما شربنا الكاسات فخلاص ما في واحد انا ولا هو ولا هي له هديه خلصنا التحدي ف ننهي الفيديو بعد ما خلصنا الفيديو بدي اياكم تحطوا لي لايك شير وسبسكرايب وكومنت واشاره ويلا باي.